الأشتر رضوان الله عليه، مالك الأشتر قبيلته 100,000، ومالك الأشتر يعتبر القائد الأول عند الإمام علي عليه السلام، القائد الأول. وكان الإمام أمير المؤمنين يعبر عنه يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله. شلون أنا شنت للنبي؟ مالك هكذا كان لي. لو كان حجرا لكان صلدا، ولو كان جبلا لكان فندا. مالك قمة.